الناجين من هذا القارب ومن غرق القارب. إلى جانبي عم أحد الناجين، شو بتحب تخبرنا؟ هل مثل ما عم بيقولوا اعترض القارب أو القارب غرق لوحده؟ أولا الفكرة هي مشان تكون الأمور واضحة أسا أكتر، عم اسمع لغط كتير. الموجودين على القارب كله عمك خالك، أنا إلي ثلاث أخوة ما أخ، إلي ثلاث أخوة، إلي اثنين أولاد أخت، عندي 25 أولاد أخ، ابن عمي وصهري. مشان تكون الأمور واضحة أسا أكتر، بيلم من الكل بيشتروا هذا القارب ليطلعوا فيه برات هالبلاد، برات هالبلاد هالجحيم. بس اللي صار هو جريمة بحق أهلي، بحق أولادي، جريمة. اللي عم ينحكى والبيان اللي أصدرته هلاك حكايات الجيش أنه القارب هو غرق بالمي، ما هو مزبوط الحديث، الحديث ما هو مزبوط. أولادنا برقبتك يا قائد الجيش، أولادنا أطفالنا برقبتك. هذا التحقيق بده يصير مع اللي هو اللي افتعل هذا الشيء، المزرة اللي عمله. اضطرات فات فيهم أول مرة وتاني مرة، وكل اللي موجودين على القارب، كل الناجين نفس الحديث، الجيش هو اللي غرقنا. أنا ما لي عتب على كيادة الجيش، أنا لي عتب على الكيادة البحرية، القبطان البحري. أنا دم ولادي عنده هذا بس. أيضا إلى جانبي أحد الناجين الذي كان على متن القارب، شو بتحب تخبرنا؟ نحن طلعنا وكل أمان وكل سر، وما حدا بيعرف فينا، والياخد اللي كنا موجودين عليه بقلبه موتارين مش موتار واحد، وفيتاسين منه فيتاس واحد، يعني اذا اتزع واحد في عنا بديله، ومطلعين معنا كل شيء ومازوت وما بينقطع اللنش، مستحيل ينقطع. اول شيء حاولوا يستفزونا بالحكي كرمال رد عليهم وينزلوا علينا بالقوه، ما زبطت معهم، ما حدا رد عليهم، وصاروا يسبوا اعراضنا ويسبوا شرفنا ويلعنوا، ما حدا رد عليهم. صاروا يفوتوا يطلعوا موج على اليخت، سيطرنا على اليخت. فات اول مره بالبوز اللانش ما زبطت معه، فات الثانيه من ورا، مشينا 50 متر شاف هو انه المي عم تفوت على قلب اليخت، صار يرجع لورا. وقت نزل اليخت ضل عدد كبير من الاولاد والاطفال والنسوان بقلب اليخت، ونحن قدرنا نطلع. ما قرب لعنا، نحن عيط له، هو يضوي لبعيد، هو شايفنا بس عم يضوي لبعيد. وقت شاف انه هيك صار يرجع عن الرياح، ضلنا تقريبا شي ساعه بقلب المي حتى قرب علينا سحبنا. ونحن متلجين وتيابنا مي وشالحين تيابنا بقلب البحر، واخواتنا بقلب اليخت، وهن بيقولوا انه تهريبي وما تهريبي، هاي نحن جمعناها من بعضنا كرمال نطلع من هالبلد ونسافر على اوروبا ونشوف مستقبلنا. اهلنا ما عاد عندهم 3 سنين، الله بياخذ امانته، الله يطول بعمرهم. نحن طلعوا كرمال مستقبلنا لنا، لانه بهالبلد ما في مستقبل. ايضا الى جانبي احد الناجين، شو بتحب تقول يعني؟ مين برايك المسؤول عن غرق هذا القارب اللي كنتوا على غطنا؟ ميشيل عون. من لما استلم حكم هيدي البلد والناس عم بتعاني، يوم ما بس جرحي انا شو في هيدي الناس. امبارح دولارنا كان ب 30,000، امبارح كنا عين الله علينا وطول عين. الله يرضى عليك. بدي احكي السياسي، خبرنا عن القارب، بدي احكي السياسي، ما بيعني لي. طالعين وعين الله علينا، يعني لي وماشيين وبامان الله. لما قبل ما نقطع مياه الاقليميه بيعترضني طارد الجيش اللبناني، ما خلى علينا كلمه، نحن ما ردينا له بشيء ابدا. فات فينا اول مره الحمد لله ما صرنا شيء، رجع بيلف وبيفوت فينا تاني مره وبيكبنا على المي، بيكبنا وبيروح بيتركنا ساعتين بالمي معنا اطفال ونسوان، اللي انفقد واللي مات واللي سبع. كب بطريقه همجيه، يعني اليوم كانه حسيته هو له غرضيه مع اولاد طرابلس. ليه؟ بطريقه عنصريه. لما طيب انت كبيتنا، طيب تعال انقذنا، ليه دورت ورحت؟ لبعد ساعتين ونص نحن بالمي، منه معروف مصيرنا، لحتى رجعوا فيطوا علينا سحبونا، اللي ميت ميت والمفقود مفقود واللي نجي
ليش؟ نحن استنى لو بدنا نوصل بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لحديت هلا نحن ما معنا خبر وفاة حدا من عائلتنا. بس والله العظيم اذا حدا من عائلتنا بيوصلنا خبره ميت نحن قبلينه بقدر الله عز وجل، بس نحن حسابنا بدنا ناخده من قائد الجيش لانه هو مسؤول عن هيدي الجريمة. بس لكن هذا هو المشهد في منطقة الريفا، وتجدر إشارة أن عدد الجثث التي تم استطاع الجيش انتشارها هي 5 وليس 8 ومن ضمنهم أطفال. سنوافيكم بأبرز التفاصيل فور ورود أي جديد. عودة لك. نعم ديانا، شكرا لك على هذه التغطية. نحن مشاهدين رح نتوقف مع فاصل إعلاني قصير ومنرجع.